بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على السراج المنير، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم مناقب الصالحين. يقول الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه: إذا تعذرت رؤية الصالحين فليستمع للأحاديث عنهم. ويقول الإمام الصوفي الكبير أبو عبد الله سيدي محمد المهدي الفاسي في تحفة أهل الصديقية: إذا فات المحب رؤيتهم فليستطب حديثهم، فإن لم يصبها وابل فطل. ويذكر أن كثيرا من المربين ومن كبار العارفين كانوا يربون أصحابهم بحثهم على تتبع مناقب العارفين والصالحين. يقول أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي رحمه الله في التشوف إلى رجال التصوف، ناقلا ذلك عن العارف يونس بن محمد، أنه كان يقول: ما رأيت للقلب أنفع من أحاديث الصالحين. ويذكر الإمام العلامة العارف أبو العباس أحمد المرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه تحفة الإخوان في مناقب سيد رضوان، وهو كتاب نفيس ترجم فيه لمناقب شيخه الإمام العارف بالله تعالى أبي النعيم وأبي الرضا مولانا رضوان بن عبد الله الجنوي. وهذا رجل من أعاجيب الرجال، ذكر تلميذه الحافظ أبو عبد الله القصار أن أبا نعيم الإصفهاني رضي الله عنه لو أدركه مولانا رضوان الجنوي لترجم له كما ترجم لكبار الصحابة وأهل الصفة وأكابر التابعين لما وصل إليه مولانا رضوان الجنوي رضي الله تعالى عنه من الدرجات العلى. وإني لأذكر هنا أن هذا الرجل والده كان مسيحيا من أهل جنوة، جنوة بإيطاليا، ثم خذف الله في قلبه الإسلام فجاء إلى أرض الإيمان والإسلام، ودخل المغرب من طريق رباط الفتح، وتزوج يهودية حدث لها مثله، خذف الله الإيمان في قلبها، فولد لهما مولانا رضوان الجنوي رضي الله عنه، حتى قال هو عن نفسه: أخرجت من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. كان من تلامذة الإمام الشيخ الأكبر مولانا أبي محمد عبد الله الغزواني دفين مراكش وأحد رجالاتها السبعة رضي الله عنه. أقول ألف في مناقبه سيدي أبو العباس أحمد المرابي كتابا حافلا سماه تحفة الإخوان في مناقب سيدي رضوان. ذكر مولانا أبو العباس المرابي رضي الله عنه هذه الجملة عن مولانا بشر الحافي قدس الله سره، أنه كان يقول: حسبك بقوم موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبقوم أحياء تعيا الأبصار
بالنظر إليهم. أحاديث الصالحين تحيي موات القلوب، تنعشها بعد موتها. لذلك كما قلت في الحلقات السابقة، ألف في مناقب هؤلاء الرجال كتب عديدة ليقرأها الناس، ليستعينوا بها في الطريق إلى الله تعالى، لأنهم في حياتهم القوم الذين لا يشقى أبدا جليسهم، وبعد وفاتهم هم القوم الذين يحيي الله القلوب بذكرهم، فهم أحياء في حياتهم أحياء بعد موتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر الإمام الحافظ الكبير أبو العباس العزفي السبتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صاحب كتاب عظيم في وجوب الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سماه الدر المنظم في مولد النبي المعظم، دعا فيه للاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إماما للسنة بالمغرب والأندلس، حافظا كبيرا. الإمام أبو العباس العزفي ألف في كرامات شيخه مولانا أبي يعزى يلا النور رضي الله عنه وأرضاه كتابا عظيما سماه دعامة اليقين في زعامة المتقين، جاء فيه بالكرامات والحكايات المتواترة لفظا ومعنى في كرامات أبي يعزى، اكتفى فيه أثر علماء الحديث ليوصل إلينا كرامات أبي يعزى، فما لنا نشك في هؤلاء الرجال ونتبع أقوال من هم في بدايات العلوم وفي بدايات طلب العلم. هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم اكتفوا في بحثهم هذا في مناقب الصالحين آثار أولئك الذين بحثوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليوصلوه إلينا، غير مختلط بموضوع كالإمام البخاري وغيره. فأبو العباس العزفي في حديثه عن كرامات أبي يعزى حاول أن ينقلها بالتواتر اللفظي والمعنوي عن أكابر العلماء الذين جمع الله لهم المبنى والمعنى، العلم الظاهر والباطن، التمكن من علم الرسوم ومن علم الحقيقة، الربط بين البحرين، بحر الشريعة وبحر الحقيقة. لي سادة من حبهم أقدامهم فوق الجبال، إن لم أكن منهم فلي في ذكرهم عز وجه رضي الله عنهم وقدس أسرارهم. طابت أوقاتكم بكل خير، دمتم في رعاية الله، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم في حلقة جديدة من مناقب الصالحين إن شاء الله.